الأخيرة التكملة من صاحب الهدف راح في لمس، في لمس لرجل محمود حمادة، لكن القرار لحكمي الفار السيد شعبان محمود تنقذ مرمى صبحي سليمان. كل الهجمات للمصري ما راحتش فيما بين القائمين والعرض. طبعا هو ما بيشيرش دلوقتي لنقطة الجزاء، هو بيشير للجهاز الفني انه ارجع لمكانك، قال لك ركلة جزاء قلت فيها لمس، والرجل او ركبة احمد حسام ما تهناش على الهدف. حقق القاب وارقام حتى مع النادي الاهلي ومع سيراميكا في كاس الرابطه السنه اللي فاتت. ميدو جابر والتحدي صبحي سليمان، ميدو جابر يا ولد بهدوء وبثقه الكبار يحط الكوره في اجمل صوره بهدوء على شمال صبحي سليمان، يسجل الهدف الاول للنادي المصري مع الدقيقه 54. كده كده المباراه من بدايتها على وضع الاشتعال، واكتر واكتر مع هدف ميدو جابر اللي هيحلي المباراه ويفتحها على ارض ملعب. شوف هنا التمويه بجسمه ثم بهدوء بشماله على شمال صبحي سليمان يسجل الهدف الاول للنادي المصري.